مطار مدينة مكسيكو الجديد تحفة معمارية فريدة على مساحة تتجاوز 470,000 متر مربع. المطار مغطى بأكمله بغلاف شبكي مستمر خفيف الوزن وبطول امتداد داخلي يتجاوز 170 متر. يسمح تصميم المطار على شكل حرف إكس بحرية التنقل للمسافرين دون الحاجة لاستخدام باصات داخلية أو ناقلات حركة. الهيكل المعدني والزجاجي الضخم مصمم على شكل قبب محمولة على أعمدة مخروطية متحدة مع نسيج السقف لتشكل وحدة متكاملة مسبقة الصنع وسهلة التركيب. وعن طريق هذا التصميم الفريد يتم جمع مياه الأمطار والطاقة الشمسية كي تستخدم لاحقاً كمصدر نظيف للطاقة. هذه المنشأة الضخمة المبنية من مقاولين ومهندسين مكسيكيين تحقق أداء عالي عن طريق تحقيق كافة الشروط والمعايير الصوتية والحرارية المطلوبة لتحمل ظروف البيئة القاسية في مدينة مكسيكو باستخدام تقنية توزيع الهواء المتنقلة، حيث يتم توزيع الهواء الخارجي بسرعات محددة من فتحات منخفضة ومن ثم سحب الهواء الملوث من فتحات خاصة في نسيج السقف المعدني. وبذلك خلال جزء كبير من السنة سيتم التحكم بدرجات الحرارة باستخدام توزيع الهواء الخارجي بنسبة 100% مع القليل من التدفئة أو التبريد عند الضرورة. هذا التصميم الفريد المقرر البدء بإنشائه في عام 2016 والانتهاء منه في عام 2020 يستوعب أعدادا للمسافرين تزداد كل عام حتى عام 2028 باستخدام 3 مدرجات للإقلاع والهبوط مع إمكانية تطويره ليحتوي 6 مدرجات بحلول عام 2062. مع هذه التصميمات الفريدة والتقنيات الحديثة المستخدمة ليس مستبعدا أن تصبح المطارات قبلة للأنظار ومعالم معمارية هامة تستحق الاندفاع من أجل السفر لمشاهدتها والاستمتاع بالميزات العديدة التي تقدمها. ألا تظنون ذلك؟ نشكر حسن استماعكم.